اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده اكله امي البصاره، وانا لو عملت المستحيل وعملت كل الخبره الطهويه مش هنوصل لطعم البصاره من ايد امهاتنا. ده الطبيعي وده لازم ان احنا ما ننكروش. البصاره من الاكلات اللي هي نقدر نقولها سافر البلد عشان اكلها من ايد امي. نروح بقى نتجوز، نروح الصين، نروح اليابان، هي البصاره من الاكلات اللي كل ام مصريه شاطره في عملها. النهارده البصاره الشيف المغازي من الطبيعي ان هو دايما بيحب يجود في الاكله ويبهرك فيها، فانا هضيف لها البسطرمه بعد اذن حضراتكم. يعني البسطرمه من الحاجات المحرمشه الحلوه، ولكن بالخبره الطهويه امتى نحط البسطرمه على البصاره؟ بعد ما تاخد الخضره بتاعتها والتركيه المصريه اللطيفه الجميله. معانا النهارده الاطفال هيعترضوا على الاكل، يقول لك بصاره مين يا عم، فول مين، انا مش عايز الكلام ده. واحنا عندنا اطفال دايما بيعترضوا على السفره، فهنعمل لهم الحاجات اللي بيحبوها. هنعمل كانينولي النهارده باللحمه المفرومه، هنشوف حشوه الكانينولي بالعجينه بتاعته تعملها في البيت بطاسات كتيره، وعندنا لحمه مفرومه، عندنا جبنه موزاريلا، جبنه شيدر حسب الرغبه. ولكن النهارده كمان هنعمل حاجه لطيفه جميله جدا، طبق مكبلات على السفره، البتنجان بالطشه. البصارة من الأكلات لها توابعها، طبق مخلل حلو، طبق طماطم متبلة، ولكن البتنجان مع الشيف المغازي سمع حس الأسود الجميل الحلو ده أبو قلب أبيض هنعمله النهاردة بالخلطة أو بالطشة، أكيد هيعجب حضراتكم. أنا مش عايز أخش في تفاصيل لأن البصارة من الأكلات اللي عايزة تركيز شوية عشان نقدر نوصل لطعم أمهاتنا وطعم البركة. أستأذن حضراتكم نطلع فاصل صغير ونرجع لأكلة من الأكلات المصرية الشهيرة، البصارة بالبسطرمة، بتنجان معمول بالدقة والطشة، ما تنسوش كمان الكانينولي باللحمة المفرومة. أوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لأكلة مصرية واخدة الشعار المصري. نروح الشمال نروح يمين نسافر آخر بلاد العالم، البصارة بالذات طبعا من الأكلات المصرية الموثقة والمدرجة ضمن موسوعة الأغذية الشعبية المصرية، ومحدش ينكر بكده. ملوخية بالأرانب بالبصارة، أكلات كتيرة لما نخش في تفاصيلها واخدة الطعم المصري والشعار المصري. والمقادير على الشاشة، فول مدشوش ده أساسي، هو الأساس فيها، فول خالي من القشرة، معانا الخضرة بتاعتنا، لنا شكين، يا إما ناخد كزبرة وبقدونس وشبت يا إما نستخدم ملوخية ناشفة حسب الرغبة، ومعانا بصل وتوم وبسطرمة. هي دي المقادير ببساطة ونعملها بالزيت، وهي تعتبر من الأكلات الصيامي اللطيفة، عشان كده هي أكلة الفراعنة من زمان. الأكلة دي من زمان القديم الزمن الفراعنة طبعا بيبهروها في عمايلها وفي طريقة تنفيذها. تعالوا نشوف الشيف المغازي النهاردة هيطور منها ويعملها بالبسطرمة. معانا بسطرمه خاليه طبعا من التوبنج بتاعها، التوبنج بتاع البسطرمه كلنا عارفينه عباره عن توم وحلبه ناعمه مطحونه، وبنجيب العرق الفليتو ويتلف بالتوبنج من الحلبه الناعمه مع التوم مع التوابل والفلفل المجروش، وبعدين تقعد لها تقريبا 21 يوم في درجه حراره الجو، ما بتتحطش في ثلاجه، وبعدين تتقطع بالشكل الجميل الحلو ده، ونشيل طبعا التوبنج، والبعض بيحب يستخدم التوبنج بتاعها، ولكن طبعا تخليها تعملها بيض بالبسطرمه يقلب لك ريحه الشقه طبعا والجيران والحبايب. انا النهارده هستخدم البسطرمه في عمايل البصاره، ونشوف ازاي نعمل الدقه بتاعه البسطرمه في البصاره. طبعا في مرحله انا مش عايزين نخش في تفاصيلها اللي هي مرحله سلق الفول عشان نكسب وقت الحلقه بتاعتنا. خلونا نبص على الفول المدشوش كده لما اتحط على النار مع البصل والثوم، ده الاساس اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ادي بصل، ويفضل البصل ابيض. هتقولي ليه؟ عشان ما نغيرش من لون البصاره، لان البصل نوعين احمر وابيض، فلحاله لما نحط البصل الابيض على الفول نحط بصل ابيض وفصوص ثوم، ونسيب الفول يستوي كده ويبقى بوريه. امهاتنا رحمه الله عليهم واللي طبعا موجودين ربنا يديهم الصحه وطولة العمر، اثبتوا الابداع والابهار في عمايل البصاره. طبعا زمان ما كانش فيه خلاط ولا فيه الهاند ميكسر اللي احنا ممكن نفرم بيه الفول ده في ثواني، كانوا يحطوها في مصفى ويقعدوا بالمعلقه والشوكه ينزلوها من اخرام المصفى، تنزل في قلب الحله، بعدين تتحط على النار، تاخد الحفنه بتاعت الملوخيه الناشفه، وبعد كده اتقدمت البصاره. دي المرحله النظريه بتاعت عمل البصاره. الفول هنا مستوي زي الفل،
مش مستاهل يعني على طول نبص له بس كده ترى. تعالوا نشوف الشيف المغازي يعمل لها الخضرة ازاي. زي الفل. طاسة على النار شديدة الحرارة، معايا شوية كزبرة وشوية شبت، شوية بقدونس، قرن فلفل حار، فلفل رومي، كل ده معانا. وتعالوا نعمل الخضرة بتاعة البصارة، وما نكترش من الشبت، هو عود شبت كفاية، كزبرة خضرة وبقدونس وفلفل رومي. هنشيل العروق دي انا مش عايزها. حلو الكلام. ونفرم الخضره دي كده يا عم الشيف بالشكل ده كده. فرصه النهارده الامهات اللي هم لسه الف باء مطبخ، عروسه جديده عايزه تعمل البصاره وتقول لجوزها انا متعلمه من ماما، تقرب القدره على فمها تطلع البنت لامها في عمايل الاكل وفي كل حاجه. انا البصاره جبت الوصفه الاصليه من ايد ماما، ربنا يخلي لك ماما يا عروسه. تخش المطبخ تعمل البصاره بطريقه الشيف المغازي، ممكن تحط لها بسطرمه او ما تحطيش حسب الرغبه. ادي الخضره بتاعتنا، بقدونس وكزبره وشبت، قرن فلفل نشيل البذر منه بالشكل ده كده. ممكن ما تحطيش لا ده ولا ده، تحط حفنه ملوخيه وخلاص، بس انا بحب بقى الخضره بصراحه عشان نستفيد بالقيمه الغذائيه بتاعتها. أكلة البصارة يا إخوانا فيها عناصر غذائية كتير، بداية من البروتين النباتي اللطيف الجميل، لتشكيلة الخضار اللي بتبقى موجودة فيها، للتغليفة الحلوة والكوشة بتاعتها اللي هي الطشة أو الدقة. البعض بيعملها بالبصل والبعض بيعملها بالثوم، أنا بصراحة بحبها بالثوم. أهو أدي الفلفل يتقطع كده، حلو الكلام. عندي فص ثوم حلو، بسم الله الرحمن الرحيم، مش هنحط لها بصل ني بقى، هي دي الخضرة. عند الطاسة شديدة الحرارة بحط شوية زيت، بسم الله الرحمن الرحيم. سهلة البصارة، بس أهم حاجة إنك تنقع الفول من بالليل كويس، وبعد كده تصفي المية منه تاني يوم الصبح وتحطها على النار تستوي. طاسة بالشكل ده كده، هناخد الخضرة بكل تفاصيلها كده نسقطها هنا. اللهم صل على النبي. حلو، نقلب دول كلهم مع بعض. الله على الريحه الحلوه يا عم الشيف، لسه ما نبتدي اهوت الريحه زي الفل. شفت الخضره دي كده اهي اهي، الله الله على الريحه الحلوه. التشويحه دي مهمه جدا، في قلب الزيت ثوم، بقدونس، كزبرة، شبت، كل ده مع بعضه ونقلب. عايزاها سبايسي، قرن فلفل حار، الناس اللي بتحبها سبايسي قطعيه في قلب الخضرة دي تبقى لطيفة برضه. بس نصيحة مني، بلاش الفلفل الحار عشان الكل ياكل منها، ونعود أطفالنا على الأكلات المصرية الموثقة اللي هي من زمان وإحنا تربينا عليها وفتحنا عينينا عليها. الأطفال والشباب الصغيرين دلوقتي لازم نوعيهم ونقول لهم دي أكلات من زمان كانت جدتي تعملها، كانت ماما تعملها. الكلام عن الأكل وعن ميثاق الأكل وتاريخ الأكلة مهم جدا لأولادنا. أهو هناخد الفول ده كده يا عم الشيف على النار، وناخد الخضرة اللطيفة دي كده بعد ما اتشوحت. بص على الحلاوة، بص على الشقاوة، أهو هو ده. أهو أهو أهو، هي لغاية كده صيامي الأكلة، ما فيهاش أي حاجة، صيامي زي الفل. بس انا هعمل طبق بالبسطرمه كده لان انا بحبها بالبسطرمه. ايه قصه البسطرمه مع البصاره؟ حقوق الطبع لدينا وبس. ونقلب دول كده مع بعض، اللهم صل على النبي. ده لسه تنضرب طبعا في الخلاط او في الكبه. شفت الجو ده كده. ونسيبها تكتك على النار يتعرفوا على بعض. الخضره اللطيفه الجميله بعد ما شوحناها في زيت زيتون او في زيت عادي نزلت على الفول، ونسيبها تكتك على النار يا عم الشيف زي الفل. نيجي بقى لتفاصيل الطشة بتاعتها عشان نبقى خدنا كده ايه تفاصيل البصارة كلها مع بعض. نسيب دي على النار كده ونار هادية خالص. حلو قوي. ايه حكاية البسطرمة بقى واحنا مع بعض كده سريعا؟ طاسة على النار تانية كده، والطاسة دي يا عم الشيف تسخن كويس. الكل دلوقتي عايز يعرف ايه حكايه البسطرمه مع البصاره وايه الاختراع بتاع الشيف المغازي ده.
ولكن نروق الدنيا والنظافة أهم حاجة. خلي إيدك في النظافة على طول، تقوم الطاقة الإيجابية تبقى عندك بالموجب دايما. أهو طاسة على النار معايا بسطرمة، بسطرمة دي طبعا هاخدها كده أشيل التغليفة بتاعتها لأن أنا مش بحبها، تبقى كلها توم وحلبة يعني فيها شوية مرار، ربنا يكفينا شر المرار. هناخد البسطرمة دي تحت السكينة كده وننعمها جامد قوي. تنعمة السمسمة يعني ايه؟ زي السمسم كده، حلو الكلام، تقطيعة كده اهو، ناخدها بالسكينة كده اهو على الطاسة ما تسخن، ونحمص يا عم الشيف البسطرمة دي مع تومة وشوية كزبرة ناشفة، الله عليك، ونحمص يا عم الشيف البسطرمة دي مع تومة وشوية كزبرة ناشفة، بزيت ولا بسمنة؟ طبعا بزيت. افرمها جامد كده عشان لما تتحمص تبان تفاصيلها. لا ما انا عارف مش هتنزل دلوقتي بيها يا حبيبي يا شفيق. اللحمه تتفرم كده، قصدي البسطرمه اهو بالشكل ده كده، ريحه البسطرمه عشان كده لما بنعمل بيض بالبسطرمه بتبقى تقلب ريحه الشقه، تبقى لها ريحه مميزه كده، فانا عايز اشم الريحه دي دلوقتي. كده البسطرمه جاهزه، عندي توم كتير، عندي زيت، بسم الله الرحمن الرحيم، دي الطشه بتاعتها، ونكتر شويه الزيت الحلوين دول اللي هياخدوا توم وكزبره ناشفه، حلو الكلام، وادي الكزبره بتاعتنا الناشفه اللطيفه، ننزل بالتوم الحلو ده كده هنا، ونزود التوم، انا بحب التوم المحمص على وش البصاره، وخلي بالك عينك عليها. ها ننزل بالكزبره الناشفه، الله الله على الريحه الحلوه. هنعمل ملوخيه؟ لا، لغايه دلوقتي طشه ملوخيه. ننزل بالبسطرمه، ده الجديد. هو ده، الله الله عليك يا عم الشيف، هو ده، شويه نعناع يابس، جود يا عم الشيف. النعناع اليابس عشان ريحه التوم، عشان بعد ما ناكل منها ما نشمش ريحه التوم، ونقلب كل ده مع بعضه. دايما لما تعملي اكله الكل بيحبها، اتعلمتها من ماما، اتعلمتها من تيتا، اتعلمتها من حماتك، ضيفي التركايه بتاعتك، نصيحه مني، تقوم تتوثق باسمك انت جوه العيله. والله يا تيتا انت كنت بتعملي المحشي طعمه حلو قوي يا تيتا، بس انا النهارده ضفت معلقه دبس الرمان يا تيتا، ايه رايك فيه؟ طبيعي ان تيتا هتقول لك تسلم ايدك يا بنت بنتي. ليه بقى؟ علشان تشجعك. لحماتك تسلم ايدك يا مرات ابني، وهكذا من الكلام، وهذا كذا. شفت البسطرمه؟ شفت البسطرمه؟ الله ده الجديد. فين البسطرمه؟ مش باينه من التومه والكزبره، هي دي التركايه. اللي ياكل معلقه من ده يدعي لي، بس ما لازم مع البصاره. وسيبيها على النار تتحمص، ما تستعجليش عليها. نحط عليها شويه ملح، شويه فلفل. عايزاها سبايسي تاني ممكن تقسم الخليط ده على مرتين، نص تحط عليه فلفل حار ونص من غير فلفل حار، ما تبقيش انانيه، يعني ايه؟ ما يبقاش الاكل سبايسي كله عشان جوزك بيحب الحار، في حماتك، في ماما، في الضيوف مش عايزين سبايسي. كل ده مع بعضه، حلو عينيا. لا مش هتروح خالص دلوقتي، الله عليك. هو ده البصاره دي، مخرجنا بيقول لي عايز تفتكر ان انا هاخد ده احطه هنا. بص لازم دي طبعا عشان طبعا صوت الخلاط مزعج وانا مش عايز ازعج حضراتكم للامانه، دي هتنضرب وتتنعم، تبقى نعمه بوريه، بعد كده هنشوف هنغرفها ازاي في اطباق متعدده، وايه المشكله الجار لجاره والحبايب. صباح الخير يا ام احمد، صباح الخير يا ام محمد. طبق البصاره دي عاملاه النهارده مامتي، وحط عليه بسطرمه على طريقه الشيف المغازي، بفتح بالصدفه القناه الاولى لقيته ويحط بسطرمه على البصاره، جربيها. الطبق ده هيرجع فيه بلح الشام، زنود الست، رموش الست، المهم مش هيرجع فاضي، وده عادات مصريه متورثه. هنطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. We'll be right back.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل الصغيرة. طبعا البصارة بتجهز، تعالوا نشوفوا مع بعض نعمل شوية كانينول ازاي لأطفالنا وأولادنا اللي هيعترضوا على البصارة. معانا ضد الاعتراض، يعني هو هيعترض احنا نفهمه بالراحة ونعمل له برضه اللي هو حبه، شوية مكرونة نجرسكو، شوية مكرونة بشاميل، شوية مكرونة مع صوص بولينيز، أي طبق باستا كده هنرضيهم وزي الفل وكل حاجة. ولكن على السفرة لازم نورث لأولادنا وأحفادنا إن أكلة البصارة دي إحنا اللي تربينا عليها، هي اللي عملت الرجالة، بصارة، ملوخية بالأرانب، الكشري، الحاجات اللي هي لها قديم الزمان والحاجات اللي إحنا تربينا عليها. تعالوا مع بعض نعمل الكانينولي، نشوف هنعمله مع بعض إزاي باللحمة المفرومة. ممكن نعمله بفراخ، ممكن نعمله باللحمة، ممكن نعمله بالسمك حسب الرغبة. عينيا، أدي اللحمة هي زي الفل متعصجة وجاهزة، عدينا المرحلة دي. طبعاً معانا لحمة على الشاشة، ومعانا بصل، ومعانا ثوم، ومعانا عجينة الكانينول الحلوة هنعملها برضو مع حضراتكم، وجبنة موزاريلا وجبنة شيدر وزبدة. هي دي المقادير البسيطة السهلة لعمل الكانينولي. الحشوة أو التوبنج حسب الرغبة، ممكن نحشيها فراخ زي ما قلت لحضراتكم، أو نحشيها سمك زي ما احنا حابين، أو خضار حسب الرغبة. حلو الكلام. أو ممكن نحشيها شاورما، عندك شاورما بايتة في التلاجة أهلا وسهلا، مش هتقول حاجة. لحمة المفرومة اهيت، بنزود حتة سمنة بلدي كده نغذيها، سمنة بلدي مش هتقول لأ، كتير يلا كتير للناس اللي عامله دايت. حلو والله. ممكن حاجه لطيفه قوي معايا، عود روزماري، شفت بقى ده كده، لحمه مفرومه طلعتها من الثلاجه هندي بيها كده. كنت عامله فطيره، كنت عامله جلاش باللحمه المفرومه وهكذا. عندي معلقه فلفله حلوه باخدها بحطها. حلو، شوية بقدونس حلوين بحطهم، شفت الحلاوة دي كده؟ اه. ونقلب كده، عينيا العب، هو ده اه زي الفل. ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ أهم حاجة إن اللحمة هنا وهي بتستوي على النار لما نحط لها حتة زبدة أو حتة سمنة بلدي بتديها رونق وبتديها لمعة لطيفة وحلوة، خاصة بعد ما تستوي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده اه. الرايح جاي ده حتة سمنة بلدي اه، أو حتة زبدة. بس أنا هي فرصة الأولاد بيحبوه، فطبعاً إحنا نغذيها شوية، لأن ده هيعود على الكم اللي الأولاد هياكلوه فهيستفيدوا من القيمة الغذائية بتاعتها. هنجيب الكسرولة بتاعتنا الجميلة الحلوة، ومعانا عجينة الكانينولي جاهزة، اللهم صل على النبي. حلو، كانينولي يعني كوبايتين من الدقيق، بياخدوا 2 بيضة، كل كوباية بتاخد بيضة، مع 1 كوب من الحليب، بيتقلبوا على بعض، وبنعمل 50 60 30 40 واحدة بالشكل ده كده. ده الكانينولي بتاعنا في طاسة متعددة الحجم، يعني طاسة كبيرة طاسة صغيرة على حسب الكمية اللي انت عايزاه بالشكل ده كده زي الرقاق. طب يا شيف مغازي مفيش ده، ما عنديش وقت اعمل ده، وانا اعمل بصارة واقف في المطبخ اعمل كانينولي، هريحك من الليله دي كلها وتجيب العيش الشامي، العيش الابيض الحلو الجميل الحلو ده كده، بتفتحيه طبقتين وتستخدميه نفس استخدام الكانينولي. ريحتك انا كده؟ حلو، مبسوط انا عارف. ها اه، تعالوا نعمل الصلصه بتاعت الكانينولي. حلو قوي. ايه ده؟ دي البصاره؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ رجعت البصاره، شايفين الخضار بتاعها؟ نبص عليها. طبعا لازم نفهم التفاصيل، وانا عارف ان حضراتكم بتحبوا تعرفوا التفاصيل الصغيرة الدقيقة. البصارة دي راحت ضربت في الخلاط او بالهاند ميكسر اهي، طلعت معايا شايفة اللون والخضار ده كده خضرة، ربنا يخضر ايامنا يا رب. اهو شايفة الحلاوة دي كده اهو، ونظبط الطعم وايه والبهارات بتاعتنا. بهاراتنا يا عم الشيف اساسي كمون. ليه كمون يا عم الشيف؟ عشان مشاكل الفوليا. نعم عيني، حاضر، بس خلينا احط لك البهارات واوريك كل حاجه دلوقتي حبيب هارتي. اهو ادي الكمون، وادي البابريكا ده الاساسي، دي البهارات وشويه كزبره. اوعى تحط كركم، اوعى تحط كاري من فضلك، دي اكله مصريه موثقه ومدرجه ضمن موسوعه الاغذيه الشعبيه المصريه، فمبوظش الطعم بتاعها، كفايه ان المغازي حط لها بسطرمه. ده الملح ودي البهارات،
الله عليك يا عم الشيخ. برضو شويه نعناع في قلبها كده ناشف، نعناع اليابس ده مهم جدا، ونقلب كده. الله الله الله، خلي بالك هتبكبك دلوقتي وتبوظ لك عين البوتاجاز، ابتدي عليا. خلي بالك الفول او معجون الطماطم او صلصه الطماطم لما بتضربوهم في الخلاط وتحطهم على البوتاجاز لازم تهدي النار تحت منها. عايز تشوف القوام حبيب هارتي؟ اهو بص على الحلاوه، اهو اهو القوام، خدت الطعم، خدت البهارات، اهو الله اهي. هات اطباق الجيران والجيران الجيران والحبايب والقرايب وغرفي بساره، اهو احلى هديه تخبطي على جارك وتهديه بساره. الطبق مش هيرجع فاضي، هيرجع فيه حته جبنه قريش، هيرجع فيه شويه حلويات، حته كنافه، حته بسبوسه، المهم ان الجميل هيترد وجبران الخاطر موجود. ادي الطشه بتاعتي فيها كزبره ناشفه، فيها تومه، فيها زيت، فيها بسطرمه، ده الجديد. تعالوا اغرف لنا 20 30 طبق واحنا مع بعض بقى. اه بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. جيب اطباق الجيران والحبايب كلهم، اه شوف الحلاوه دي كده. طبعا مفيش التلاجات بقى والجو ده، كانت البصاره دي تتحط كده في الصاله من بره وتتغطى بشاشه حلوه، ورايحين جايين بالعيش بتاعنا الطري، والعيش كان يبقى ناشف، كانت الحاجه ترش عليه شويه ميه بايديها كده يبقى طري. سبحان الله سبحان الله، بركه الله، كانت تمسك العيش بده يبقى العيش طري. اه شايفين البصاره وحلاوتها؟ اهو ده، ادي طبق عينيا، اغرف لك واحد بالطشه احلى طبق دلوقتي. اه راح تزوري حماتك تاخدي لها شويه بصاره، طبعا مش هتحطهم في طبق بقى، هتحطهم في حاجه كده حلوه وتوريها انك انت ايه بتعملي الاكلات اللي هي بتعرف تعملها. ده حلو، الجو ده حلو، لغه الاكل دي ولغه الطعم ولغه المطبخ دي مطلوبه. حلو الكلام؟ اه تبقى بيودي رسائل كتيره قوي على فكره. رسائل حبنا للمطبخ، حبنا للاسره، حبنا للاهل، حب الجوز بعمل له الاكلات اللي كان يحب ياكلها من ايد مامته. اذا توفاها الله ربنا يرحمها، واذا عايشه ربنا يديها طولة العمر والصحه. زي الفل اهو، شايف البصاره؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ طبق عينيا، نحجز لك طبق. حفلة بصارة النهاردة، عايز أحط البصارة في المقدمة هنا، أنا عارف عايز تشوف الصورة الحلوة. حبيب هارتي أنا مدلعك النهاردة، اللهم صل على النبي. وسع للبصارة، الطبق ده عاجبني خليه هنا كده، والطبق ده كمان هنا. قول لي أه ممكن نعملها بقى بكذا فليفر إحنا حابينه، مفيش أي مشكلة. ازاي يا عم الشيف؟ والله عندنا الطشه الحلوه دي كده. الله الله، لا كتر من دي يا شيف، كتر من دي بالله عليك. قلب الصغير لا يتحمل حته بسطرمه كده، فتفوته من البسطرمه دي مع لقمه كده ودن قطه وطبق بصاره. وقولوا معايا وانتوا قاعدين بتتابعوا القناه الاولى كده، حقوق الطبع لدينا وبس. اهو اهو، ممكن تكون تومه وكزبره بس. الشيف المغازي جاب حته بسطرمه صغيره والله لا يتعدى ال 150 جرام تقريبا او 100 جرام بعد ما شلنا التوبنج بتاعها، بس خد البسطرمه في حته تانيه خالص. اللي مش بيحبها يحبها، اللي متعود على طعم الفول مش هيبقى فول وبس، فول وبسطرمه. حلو يا شيف والله، اختراع وبرده مصريه لان اللي عاملها مصري دمه خفيف، اسمه الشيف المغازي. الله عليك، هو ده. هنعمل ايه؟ تحبها سبايسي؟ عينيا، انا هخلي طبق سبايسي كده. دي فلفله حلوه عارفينها؟ ممكن انا عامل طبق واحد بس عشان بعد ما نخلص الحلقه بالعيش الطري الحلو الف هنا وشفا، مش هحط عليها كلها، المخرج مش عايزها كلها، بس خلاص. حلو الكلام؟ طيب تقدم معاها بصل اخضر حسب الرغبه بقى، تقدم معاها العيش الطري. حلو الكلام، تعالوا نخش على الكانينولي سريعا كده علشان وقتنا بيجري، والوقت لما بنعدي وبنشتغل في كل الاماكن
في كل حتة بنشتغل الوقت يعدي بسرعة، واللي مش بيشتغل بتلاقي الوقت بيعدي حكاية، يقول لك اليوم طويل كده يا عم اشتغل بس وانت مش هتحس بيه الله يرضى عليك. حلو الكلام. طاسة على النار، الطاسة دي بنحط فيها شوية زيت صغيرين، بعمل شوية صلصة كده على السريع للكانولا بتاعي. الصلصة دي عبارة عن توم وزعتر، توم وزعتر وفلفلة حلوة ومعجون طماطم وشوية صوص طماطم ومعلقة سكر للأمانة علشان الحموضة بتاعة الطماطم. اللهم صل على النبي، ده صوص طماطم اهوت. اللهم صل على النبي، حلو قوي. معلقة سكر، طالما استخدمنا طماطم معجون طماطم ليه يا عم الشيف؟ عشان الحموضة. ونقلب كل ده مع بعضه. ممكن تعملي لي الكانولي بالوايت صوص على فكرة، وايت صوص يعني بشاميل خفيف، ياخد جبنة أو ما ياخدش حسب الرغبة. سريعا كده، أنا بحب التومة والزعتر مع صوص الطماطم من غير بصلة، بيبقى خفيف ولطيف وحلو كده، خاصة لما يتسبك على النار. حلوة. ممكن نحط له شوية بقدونس، نحط شوية بقدونس ونقلب كده ونقعد نحشي الكانولي مع بعض بقى. ممكن نحط خضار، ما نحطش خضار، حسب الرغبة. بسم الله الرحمن الرحيم، نخلي ده كده هنا ونوسع ده كده. بسم الله، ادي واحدة كده. بص على الحلاوة، بص على الجمال، اللحمة المفرومة ريحتها حلوة. ونعمل سندوتشات من الكنولي، ممكن على فكرة نحط شوية جبنة جواها. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، ونقفلها كده. كمان واحد يا عم الشيف، ورينا بتقفلها ازاي عشان الحشوة ما تطلعش من جواها. لحمة مفرومة، ممكن تكون فراخ تاني، ممكن بدل الفراخ دي تحطي جمبري، انت وجيبك اللي حابب. جبنة موزاريلا ونلفها كده. ناخد صوص الطماطم ده زي الفل، صوص الطماطم ده يتحط هنا كده. الله، هو ده الجمال. شفت الحلاوة دي؟ هو ده اهو. طبعا تعملي بقى 30 40 واحدة حسب الرغبة، تملي الكسرولة تعملي 3 4 على قد الولاد مفيش مشكلة، تخلي في عجينة عندك تعمليها تاني يوم بحشوة تانية مفيش مشكلة. سيبوني أعمل بقى كمية حلوة، لأن ابني عازم صحابه النهاردة وأنا عاملة بصارة لجوزي، فالولاد هيعترضوا على البصارة، فمحتاجة إن أنا أعمل لي 30 40 حبة كانينولي باللحمة. هناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع لصينية كانينولي نعمل منها حفلة لأولادنا. أوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. اكيد للتركايه الحلوه انا مش ببخل بيها على كل مشاهدينا. صوص الطماطم كان النولي عملته، رصيته، اعملي 20 30 وتحط شويه صوص الطماطم دول على الوش، حاجه كده تحت الجبنه الموزاريلا. ممكن تعملي حاجه احسن مني انا كمان على فكره، انا حطيت صوص طماطم وحطيت الكانينولي جواه لحمه مفرومه جواه جبنه موزاريلا. ممكن تحطي زيتون، تحطي فلفل ملون، زي ما انت عايزه. ممكن تحطي نوعين من الصوص بقى، تحطي الوايت صوص على الوش مع الجبنه، تحطي شويه موزاريلا كده. الف هنا وشفا. نعم، لو حياتك انت هتسيب ده وتاكل البصاره؟ لا انا شخصيا لو قدامي ده ولا ده، طيب البصاره، عيش طري كده مع طبق البتنجان اللي هعمله دلوقتي، وصلي على الحبيب قلبك يطيب. بص على الحلاوه، ندخل دي الفرن. الكانينولي في قلب الفرن، قافل يلا. ايه الحلاوه دي؟ والصوره من داخل الفرن تعني مليون كلمه بتفاصيلها الصغيره، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. عدل الاكل اللي انا عامله النهارده طبق بتنجان مخلل. ايه الحلاوه دي؟ لا انا مبدعين، لما اقول فرسان التلفزيون المصري من الاساتذه المصورين دي حاجه بالتاكيد يعني موثقه. البتنجان معانا،
انا هشتغل وهو معانا زي الفل. زي الفل. هنعمل مع بعض النهارده البتنجان على طريقه الشيف المغازي. انا بصراحه مش هشيل السواد بتاعه، عايزه السواد هو عنوان الجمال والبياض. الله، وزي ما هو كده يا عم الشيف. التقطيعه دي، وعندي زيت غزير بيسخن، نعمل زي الناس حبايبنا بتوع الطعميه دايما قبل ما يقل الطعميه. انا قلت لحضراتكم قبل كده السر بين اليه الطعميه بره وفي البيت، الراجل الطيب ده بيقلي له شويه بطاطس، شويه شيبسي، شويه بتنجان، شويه فلفل قبل الطعميه، بيحضر الزيت. والمقادير على الشاشه، بتنجان معانا على الشاشه، معانا فلفله حلوه، معانا كمان يا عم الشيف نخلي ده هنا شويه عصير ليمون، زيت زيتون، كل دي مقادير على الشاشه. هنعمل الخلطه دلوقتي واحنا مع بعض ان شاء الله على البتنجان ما يتحمر. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد بتنجانيه كمان. مش كل يوم نعمل بابا غنوج، مش كل يوم نعمل متبل بتنجان. النهارده البتنجان بالطشه، قطعها حتت كبيره كده عشان تبقى ملحمه بعد ما تتحمر في قلب الزيت. حاجه سريعه كده زي الفل، مش كل يوم تروح تجيب طرش من عند الراجل بتاع الطرش. خلي دايما طبق المخلل من صنع ايدك في البيت، طبق الطرش من صنع ايدك في البيت. شويه خيار مخللين حطيتهم في قلب المطبخ، بعد 3 4 ايام تكشف البرطمان وبالف هنا وشفا. الحاجات دي مطلوبه منك يا ست الكل. اقعد النعناع ده انا عايزه. تعالوا مع بعض في الوقت اللي بقينا كده نعمل الطشه بتاعه البتنجان اللطيفه الحلوه. معايا بوله ازاز، ونقف كده ناخد النعناع بتاعنا ده كده. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد النعناع الاخضر ده كده عشان النهارده في توم كتير، في البصاره في توم، في البتنجان في توم. ناخد النعناع ده نفرمه كده فرمه. خلي بالك وانت بتفرم النعناع والبقدونس، انت مش بتفرم ملوخيه، هي الفرمه من اول مره كده عشان نحافظ على السوائل اللي موجوده في وريقات النعناع الاخضر. الله عليك يا عم الشيف، زي ما هي كده. حلو الكلام. سن شبت صغيره، فص توم محترم باقي معانا، استخدمنا توم كتير في البصاره، معلقه فلفله حلوه. خلي بالك الطشه دي تنزل على البتنجان وهو طالع من النار، شويه بقدونس حلوين، اوعى تحط كزبره خضراء. نشيل كل ده من هنا، مهم جدا البتنجان يطلع من النار سخن، تنزل عليه الطشه دي. بهارات بتاعتنا، وانت واقفه بتتسلى في المطبخ كده. نعم نعم يا حبيبي نعم. الكانينولي حاضر عينيا، شويه فلفل اسود، شويه ملح. لنا مشاكل مع البتنجان والكولون، الناس اللي بتعاني من الكولون دايما استخدامك للكمون، وخاصه على البارد، عشان دايما في محلات الفول الناس المحترفه والناس اللي بتعرف تشتغل صح تلاقي حاطط لك شويه كمون حلوين وشويه فلفله حلوه والملح جنب طبق الفول على السفره. ايه الحلاوه دي؟ لسه شويه. حلو الكلام. نشيل كل حاجه من هنا وخلصنا شغلنا، عشان في عجاله كده نشوف احنا عملنا ايه النهارده. زي الفل. هاخد البتنجان دلوقتي اطلعه من قلب الزيت وبشوكه اهرسه واحنا واقفين مع بعض كده. اهم حاجه يا اخت النظافه، ما تبقيش شغاله وتعبانه طول النهار في المطبخ ومطبخك مش رايق، هتقعدي تاكلي مع الاولاد وانت قلقانه، وجوزك يقول لك في ايه؟ ما انت لسه بعد ما تقومي من على الاكل عندك مشوار تاني. ودي اصعب لحظه يا اخوانا بصراحه بشوفها الام يعني تعاني منها، ان هو مطبخك يبقى مكركب وانت قاعده على السفره. بالعكس، انا ما احطش السفره غير لما المطبخ يكون رايق. ايه المشكله؟ هتكون قاعده ورايقه، اللي يقول لك تسلمي ايدك تبقى قاعده كده مبتهله ومبسوطه، مش تسلمي ايدك ده لسه ورايا، طب ما يقوم يساعدني في المطبخ، وتبقى انت بقى قاعده الناس حاسه ان هم كلهم مبسوطين وانت مش مبسوطه. بالعكس، تخلي دايما ايدك في المطبخ وانت شغاله. هنجيب طبق التقديم دلوقتي اللي هنقدم فيه البتنجان. حلو الكلام. اللهم صل على النبي. واحنا واقفين مع بعض كده
البتنجان يتحمر ياخد لون بس كده في زيت غزير. نعم يا غالي. لا دي مش مع المحترفين بقى زينا، خلي بالك بيقول لي ما شفتكش المدام عندي. لازم اقول اللي بيحصل، لما بتقطع البتنجان تعمل مسقعه بتحطه في مصفى وتحط عليه ملح، وبعد كده الميه بتاعت البتنجان تنزل تحت وناخد البتنجان زي السفنجه ما فيهوش اي سائل. ما انت خدت الحديد والكالسيوم والمعادن، لان البتنجان مستودع من المعادن، مستودع من القيمه الغذائيه، نزل في قلب المصفى، يبقى انا هستخدم بتنجان ايه؟ التفل بتاع البتنجان. انا ضد كده، البتنجان نقطعه ونقليه في قلب الزيت بالشكل ده كده. الزيت لما يكون غزير وبالشكل ده كده وشديد الحراره البتنجان مش هيشرب زيت. وعلى عينك يا تاجر دلوقتي هنشوف الكلام ده، ده مهم جدا على فكره. انما ان انا اصفي ميه البتنجان وبعدين احطه واقليه، انا ضد الفكره دي، خلي بالك. او بالسبب مثلا انت مش عايزه زيت، ممكن تحط عليه شويه دقيق صغيرين. في الحاله دي يا عم الشيف هنهرب من موضوع ان البتنجان ما يشربش زيت. تعالوا نطلع الكانولولي بتاعنا من النار. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ المعلومات اللي انا بقولها جوه الاكله وجوه تفاصيل الاكله اهم من الاكل. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ للي يعترض على البصاره، مع ان هزعل من اللي هيعترض على البصاره. خلي بالكم، البصاره اكله ما يعترضش عليها، لان بناكلها بنرجع لذكرياتنا. والله انا كنت اسافر في الصعيد والريف المصري، وكنت بتبقى شغال طول السنه في القاهره عشان اكل البصاره من ايد ماما، اكل حله محشي الكرنب من ايد ماما. ادي البتنجان حلو، مش عايز احمره جامد. بص على البتنجان في قلب الزيت بيتكلم مصر اهو، وانا سايب السواد ومتعمد سايب السواد عشان السواد بيكمل الجمال. شيف بيقول شعر النهارده، ايه الحلاوه دي؟ كفايه عليه كده، سيبه هسه صف الزيت وهو سخن، وهو سخن اللهم صل على النبي، زي ما هو كده هننزل. يا عم الشيف يلا بص على الحلاوه، بص على الجمال اهو. شوكه كبيره والخلطه اللطيفه اللي معايا دي كده اهو. بص على الحلاوه، بص على الحلاوه اهو. ننزل بقى هنا كده اهو، الله، حاجه كده بثلاثه تعريفه زي ما بيقولوا يعني. ها بيخدني التعبير لما اقول ثلاثه تعريفه مش بيعجب حضراتكم. ثلاثه تعريفه تعبير مجازي زي ما اتعلمنا في اللغه العربيه عن ان الحاجه دي مش مكلفه كتير في متناول الجميع. عصره ليمون تحرمهاش، ونقلب كل ده مع بعضه يا عم الشيف. اللهم صل على ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ شفت السكينه نازله ازاي؟ فرحانه، او الشوكه قصدي، معلش. لا مش هحط طحينه، انا عايز استطعم البتنجان من غير طحينه المره دي. طبق مقبلات على السفره، في التوم وفي الفلفل الحار وفي الفلفله الحلوه وفي البقدونس، شويه النعناع الحلوين عشان ريحه التوم وبقنا. شفت الطبق الحلو ده؟ بيتكلم مصري، بيتكلم كل لغات المصريين سواء في الريف المصري او الصعيد المصري، بما ان البتنجان من خير ارضنا. شفت الحلاوه؟ اللهم صل على النبي. لا انا سايب السواد، السواد يعني الياف، بتنجان يا اخوانا يعني حديد. اللهم صل على النبي. شفت الطبق ازاي؟ هرسمه. معايا عود نعناع حلو، دايما النعناع في مطبخي، احطه هنا كده. تعالوا نغرف السلطه الحلوه دي كده، نسميها سلطه، طبق مقبلات، فاتح شهيه، كنز. للامانه هسيب كل حاجه واكل ده. ده عايز العيش البلدي بتاعنا بتاع الطابونه، ومحدش يحشني الف انا وشيف. تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير، حفظته ها، والطعم جديد. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ ده ما خدش دقائق معدوده. حب مطبخك مفاتيح السعادة الزوجية والعائلية جوه جيبك، مش هتدوري عليها، هو المطبخ. يلا مع بعض، بصارة بطعم جديد فيها خبرة طهوية، أكلة موثقة ومدرجة ضمن موسوعة الأغذية الشعبية المصرية اللطيفة الجميلة في أي مكان في العالم، هي مصرية.
بالفول المدشوش بتاعها، انا عملتها وغيرت منها شويه بالبسطرمه. عملنا كانينولي باللحمه والجبنه لاطفالنا. عملنا طبق بجد بجد بيتكلم مصري لانه معمول بخفه دم مصريه. رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.